سوبرمان وصل. اه طاير في الجو هناك. يلا. سوبر ده سوبرمان ده ولا اخوه؟ بيضربنا يا جماعه. ازيكم يا اصحابي واهلا بيكم في فيديو جديد، والنهارده هنروح الفيلا بتاعه سوبرمان علشان ناخد كل اللي موجود فيها، وكمان هناخد القوة الخارقة بتاعته وهنتحول احنا ونبقى سوبرمان. فيلا بينا نبدا المهمة بتاعت النهاردة. اول حاجة بس عايزين نعملها ان احنا ناخد سيارة. شوف لنا سيارة صغيرة كده ناخد. ايوه في سيارات هنا كتير اهي. معلش يا صاحبي، بس يا السيارة دي بتاعتك هاخدها. معلش. ده خاف وطلع يجري تقريبا مش بتاعته. يلا خلينا نمشي بقى. اول حاجة نحدد على الفيلا بتاعت سوبرمان. اهي الفيلا اللي هناك دي، فيلا جنبنا كده وقريبة مننا. خلينا نروح بسرعة. يلا للفيلا دي. وسع يا صاحبي الطريق. اي 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 ايوه وسع كده. خلينا نروح لسوبرمان بسرعه. هناخد الفيلا بتاعته. بقول لك بقى ان الفيلا دي فيها ذهب وفيها مجوهرات وفيها حاجات كتير جدا، وكمان ساب القوى الخارقه بتاعته هناك. هناخدها وهنبقى احنا بقى سوبرمان، هنتحول وهيبقى معانا القوى الخارقه بتاعته. يلا خلينا نروح له بسرعه كده في السريع. وسع يا صاحبي الطريق. اوعى اوعى يا صاحبي. معلش مستعجل، بس مستعجل قبل ما حد يروح ياخد الحاجات اللي في الفيلا قبلي. فرانكل تقريبا قال لي ان هو رايح قبلي، فانا عايز الحق بقى اوصل بسرعه بسرعه. احنا محددين على الخريطه وكله تمام، سواء من السماعه عشان نسمع الصوت، عشان لو سوبرمان موجود هناك ولا حاجه. يا رب بس ما يكونش موجود هناك، عشان لو موجود هناك هيضربني. ايوه نطلع من هنا ولا ايه؟ مش فاهم ايه الطريق ده. ايوه من هنا، نطير من هنا كده. وصلنا يا شباب، تقريبا هي الفيلا العملاقة اللي فوق دي. عايزكم بقى تستعدوا معايا كده. يلا بينا خلينا نبدأ ونقرب منها شوية. هاي بس. ده شكل كده عليها. ايه ده وعنده غزلان ولا ايه؟ انتوا رايحين فين؟ خدوا تعالوا استنوا، تعالوا نجيب غزالة من الغزلان دي. ولا بلاش نضرب. ده عنده حراسة. بص عنده حراسة هنا. ايه على الفيلا بتاعته وكده يا جماعه. يبقى انا مش هينفع اروح باين لوحدي، لازم اجيب حد يساعدني. صح، احنا لازم نجيب حد يساعدنا يا صاحبي. اجيب مين يساعدني؟ مفيش غير صاحبي سبونش بوب. انا هجيب سبونش بوب دلوقتي، هو اللي هيقدر يساعدني في المهمه دي. خلينا بس نستخبى هنا كده اهو، استخبى في المكان ده عشان مفيش اي حد يشوفني. اهو كده مفيش اي حد شايفته خالص. هجيب سبونش بوب بسرعه ونرجع نكمل مع بعض. سبونش بوب وصل يا جماعه، تعالى يا سبونش بوب يا صاحبي. دلوقتي يا صاحبي احنا عندنا مهمه صعبه جدا، والمهمه دي ان احنا هندخل الفيلا بتاعه سوبرمان اللي موجوده قدامك دي. بس زي ما انت شايف عليها حراسه. انا اوريك بالقناصه دلوقتي. بص شايف الحراس اللي واقفين هناك دول؟ ادي حارس وادي اتنين. وانا دلوقتي مش عارف اروح لوحدي، فانا محتاجك ان انت تساعدني. فانا هروح دلوقتي انا وانت. خبي بس السلاح بتاعك. ايوه خبي السلاح. هبقى بس كده، تعالى بقى ورايا. احنا نروح دلوقتي نسال صحاب الفيلا دول، نقول لهم يا الفيلا دي بتاعت مين وكده، وكاننا ما نعرفش اي حاجه علشان نعرف عدد الناس اللي موجوده. تعالى يا سبونش. بس خلي بالك وانت بتعدي الطريق من العربيات. بسرعه تعالى. ايوه احنا هنسالهم اهو. السلام عليكم، ازيك يا صاحبي؟ لو سمحت يا صاحبي. لا ولا اضرب. يلا يا سبونش موب يلا. عرفوا ان انا جاي اخد الفيلا والذهب، الحاجات اللي بقول. انا بقول ايه؟ تعالى خش معايا بسرعه، خش معايا. ده الفيلا عليها حراسه كتير. يا نهار ابيض، ايه ده كله؟ هو سوبرمان ما بيعرفش يدافع عن نفسه، جايب الحراس دول كلهم. اعمل ايه؟ اهو في واحد هناك. دول مستخبيين. خلينا ندخل مننا بسرعه. تعالى يا صاحبي تعالى، خش الفيلا بتاعته. ادي واحد اتفنش. واحد هناك اهو كمان، واحد هنا كمان اهو. سوبرمان عنده ترابيزه بلياردو. حلو، بعد ما نخلص المهمه بتاعتنا هنلعب جيم بلياردو انا وانت يا سبونش بوب. يا سبونش انت رحت فين يا صاحبي؟ سبونش بوب اتفنش. سبونش بوب فنشوه. انا لازم اخد حق صاحبي سبونش بوب. تعالى انت اللي فنشت سبونش بوب. لا انت اللي فنشته، يبقى انت اللي فنشته. مين هنا تاني موجود؟ انا مش هسيب حق صاحبي والله. اهو شايفين الجولد ده؟ الجولد اهو. ليه؟ جمع بسرعه. يلا ايوه كده، ايوه يلا بسرعه. يا نهار ابيض، شايف عنده جولد. تعالى ده لسه بقول لك في حاجات تانية كتير موجوده هنا في المكان ده. خلينا بس نشوف في حارس هنا ولا لا. تقريبا في حد هنا. فين هو؟ فين مستخبي؟ فين حد بيضرب عليا؟ استنى اما نروح هنا كده. هو هنا قريب مني. هنا فين؟ هنا؟ لا مفيش حد هنا. ممكن يكون على السطح ولا حاجة. استنى كده حد. تعالى يا صاحبي تعالى.
يلا بقى نخلص المهمه بتاعتنا بسرعه قبل ما سبايدر مان قبل ما سوبر مان يجي لنا. بسرعه بسرعه بسرعه. واو يلا 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 يا صاحبي يلا. ايوه كده سريع سريع سريع. واو بس كده تمام كده خلصنا المهمه دي. نروح فين تاني بقى؟ نروح فين نروح فين؟ هو لسه في ايه ده؟ مين ده؟ انت مين يا صاحبي؟ انت بتعمل ايه؟ في حد هنا تاني؟ لا مفيش اي حد. لا المفروض ان في حاجه تانية هناخدها برضو من الفيلا دي بس انا مش عارف ايه. بسرعه قبل ما سبايدر مان يجي لنا اهي. سوبر مان قصدي. يلا يا صاحبي جمع جمع دول جمعهم بسرعه بسرعه مفيش وقت. ايوه كده. يلا في حد بيبص علينا؟ لا 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 مفيش. الدنيا تمام الدنيا تمام. جمع ده تقريبا مجوهرات دي ولا ايه؟ يلا كده احنا عملنا المهمه يا شباب. خلينا نجري بسرعه بقى بسرعه بسرعه. معلش يا سبونش بوب يا صاحبي معلش هجيب حقك والله. هاخد السياره بتاعتي اللي هناك دي واجري. الحق بسرعه اجري 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 اجري. يلا بسرعه هنمشي بقى يا شباب ونروح نستخبى في اي مكان بعيد 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 بسرعه. وانا كده كده خدت القوه الخارقه بتاعت سوبر مان. مع السلامه يا صاحبي. خدنا الفيلا بتاعتي يا عم. انت ايه اللي وقفك قدامي يا عم؟ يلا مع السلامه. خلينا نجري بقى احنا بسرعه. نروح فين؟ ممكن نطير من هنا كده. يا سلام. وكده عملنا المهمه بتاعتنا ودخلنا الفيلا بتاعت سوبرمان وخدنا كل حاجه موجوده فيها الحمد لله. عايزين بقى نطير بسرعه كده ونفتح الباراشوت وننزل في اي مكان عشان نفعل القوى الخارقه بتاعت سوبرمان. يلا يلا افتح باراشوتك. بو استنى 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 بقى ما ينزل كده اهو. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هنروح فين طيب؟ اه خلينا ننزل هنا ونفعل القوى الخارقه. يوهو حاسب هتتفنش. ايوه كده اوعى تتفنش خلي بالك يا صاحبي. بس انزل هنا بس خليك واقف مكانك كده. يلا بينا يا شباب نفعل القوى الخارقه بتاعت سوبرمان ونشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي. دلوقتي يا اصحابي انا مش هينفع اجيب القوى الخارقه بتاعت سوبرمان لان سوبرمان تقريبا بيراقبني ومستحلف لي ان هو هيمسكني وهيضربني. فانا بقى قررت اعمل ايه؟ قررت بالفلوس اللي انا خدتها من الفيلا بتاعته اروح اجيب بقى بوتجاردات بوتجاردات تحميني. انزل يا صاحبي هات العجله بتاعتك ده يا صاحبي. هات 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 العجله بتاعتك. ايه يا عم في ايه؟ هات العجله بتاعتك معلش. ايه ده؟ وفي ايه اللي حصل ده يا جماعه؟ معلش يا صاحبي اخد بس العجله بتاعتك. ولا اقول لك خد تعالى هسيبها لك هسيبها لك. في سياره هنا اهي. انزل يا صاحبي معلش اخد السياره بتاعتك. لازم نروح نجيب بوتجاردات دلوقتي تحرسنا يا شباب لان سوبر مان عمال يدور عليا بيدور عليا في كل مكان وقال ان هو مش هيسيبني. انا لازم اجيب ناس تحميني. هروح لمين؟ عايزين عصابه حلوه كده اهي هي دي. يلا بينا نروح نجيبهم. استنى بس كده هم فين هم فين اهم اهم. بس كده حددت عليهم على الخريطه. يلا بينا بسرعه خلينا نجري نجري نجري. يلا بسرعه بسرعه قبل ما سوبر مان زمان سوبر مان طير في الجو دلوقتي حاسس ان هو هيجي لي من اي مكان هيخطر فيا. اه يا عم في ايه؟ ايه خلي بالك يا صاحبي انت وهو. اوكي خلي بالك اوعى حد يقرب مني. ايوه خلينا ماشيين بسرعه كده. عارف انا ايه البتاعه دي؟ اوعى. يلا يلا قربنا اهو قربنا منه. بسم الله. اول بقى ما نروح هناك نجيب العصابه دي تقوم راكبه معانا في السياره بتاعتنا تمام. واحنا معانا طبعا فلوس ندفع لهم لان هم بياخدوا فلوس كتير جدا بس احنا معانا بقى عشان نحمي نفسنا. طبعا العصابه دي سوبر مان مش هيقدر يعمل لي حاجه. هيلاقي بقى العصابه ويلاقي عدد كبير كده معايا فهيخاف. يلا بسرعه 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 اجري 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 اجري. ايوه بنقرب اهو يا شباب. واو انا وقعت. اوه وقعت من السياره. مش مشكله ناخد سياره ثانيه. تعالى يا صاحبي السياره بتاعتك شكلها حلو. انزل انزل بسرعه اجري اجري. لا نجري بقى بسرعه. قربنا يا شباب قربنا اهو تمام. هنخش بقى الشارع اللي جاي. لا مش الشارع اللي جاي هنمشي من على طول كده على طول على طول. لا خلي بالك وبعدين الشارع ده تمام كده وصلنا قربنا منهم اهو. يلا بينا يلا 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 اه اه بس كده وصلنا يا شباب. هما فين بقى المفروض يكونوا موجودين هنا العصابه؟ ايه ده العصابه دي موجوده فين؟ اه هنا هنا اهي بتدخل لهم من الشارع ده. ما عصابه بقى اهم. ازيكم عصابه ازيكم اصحابي؟ انا جاي ادفع لكم الفلوس اللي انتوا عايزينها بس تحموني من سوبر مان علشان انا رحت الفيلا بتاعته وخدت كل المجوهرات وكل الذهب اللي فيها فانتوا هتحموني صح؟
هيحموني. ايوه هم هيحموني. هم بيقول لي احنا معاك يا صاحبي معاك، وشايف الاسلحه بتاعتهم. يلا كل واحد يمسك مسدسه. يلا ايوه جهازه معايا كده، ما ينفعش اضرب عليهم بس شايف عاملين ازاي. يلا بينا اركبوا معايا بسرعه يا شباب. ده انتوا محتاجين اتوبيس، عربيتي اللي هتاخدكم. ده في ثلاثه. لا 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 لازم اجيب لكم اتوبيس. استنوا تعالوا تعالوا، اجيب لهم اتوبيس ولا اجيب لهم طياره ولا اجيب لهم ايه دول؟ اتوبيس، هو اتوبيس حلو. ثواني يا جماعه نجيب لهم اتوبيس. يلا يا رجاله جبت لكم سياره بقى عملاقه جدا، هتاخد العدد بتاعنا كله. ايه رايكم في السياره الحلوه دي؟ اركب يا صاحبي، اركبوا يلا معايا، اركبوا اركبوا في الصندوق. ايوه الصندوق واسع وكبير، هاخدكم كلكم. يلا عايش يا رجاله، اوعى. ايوه كده، شايف شايف السياره الجامده دي؟ دي بتاخد عدد كبير جدا. او واحد هيجي يركب جنبي ولا ايه؟ ولا مفيش؟ مش حد عايز يجي يقعد جنبي؟ ماشي حلو، كلهم ركبوا في السياره دي. يلا بينا يا شباب، تعالوا بقى نروح نجيب عصابه تانيه كمان معانا عشان يبقى العدد كبير جدا، لان زي ما قلت لكم انا خايف خايف قوي من سوبرمان، وهو ممكن يكون موجود في اي مكان دلوقتي، فانا هروح اجيب عصابه تانيه عشان تحميني. ايوه ايوه يلا بينا. ايوه كده ابطال. استنى بس عشان في حد بيشاور لي على الخريطه هنا، عمال يشاور. اهو اهو شايف الراجل اللي عمال يشاور لي ده، عايزين نروح له نشوف الراجل ده بتاع ايه، عصابه تانيه ولا سوبر مان مستخبي هناك ولا ايه اللي بيحصل بالظبط. استنى بس نعدي من هنا. تمام يلا بينا، واحد اثنين ثلاثه، اجري بسرعه. العربيه دي عيبها ان هي بطيئه جدا وبتتحرك ببطء، زي ما انتم شايفين كده مش هتمشي خالص. يا ماشيه صح، احنا ماشيين صح ولا ماشيين غلط ولا ايه اللي بيحصل؟ لا لا ماشيين صح. تمام طب بعدين نحاول الشارع الجاي ده شمال كده اهو. تمام حلو قوي، يلا بينا. اوكي حاسب يا صاحبي، انتوا اللي ماشيين غلط. بس يا عم انت هو اللي قاعدين في الصندوق، اللي يخبط فينا اضربه على طول. ماشي اهو، اضرب يا صاحبي. ايوه كده اضربه. لا بص بص بص، لو ضربت على اي حد بيضربه عليه. بيضربوه بيضربوه بيضربوه. الله شوف، مش بقول لك العصابه اللي معاه دي عصابه. بص بقى ايه ده ايه ده، تعالى 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 اضربوا على الراجل ده، اضربوا عليه. ايوه كده ما تسيبوش. تعالى يا صاحبي، انت فاكر هتهرب مننا ولا ايه؟ اي حد هيكلمنا مش هنسيبه. انا معايا اقوى عصابه موجوده في المدينه على فكره. اوكي بس مش معايا اقوى سياره، احنا محتاجين اقوى سياره تبقى معانا بدل السياره البطيئه اللي ماشيه دي مش راضيه تتحرك خالص. ايوه هنوصل للمهمه يا شباب اهو، قربنا خلاص. يلا يا صاحبي يلا 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 يلا. يا سلام يا سلام يا سلام. اوكي طلعنا للمكان العالي ده اهوت. حلو الشارع بقى اللي جاي ولا فين؟ احنا قربنا اصلا اهو، بس العربيه دي تقيله، عايزين نجري بسرعة. ينفع اجري وهم يجروا ورايا؟ ابقى اسرع والله. خلاص كده يا شباب احنا قربنا، يعني اخر بس الشارع اللي هو الشارع ده اهو، هنلف بس الدوران بتاعه وبقى كده وصلنا للمهمة بتاعتنا اللي جاية، وهي ان في حد بيشاور لي على الخريطة. مش عارف مين اللي بيشاور لي، هو اختفى ولا ايه؟ استنى بس كده، هو اختفى اختفى؟ ده اختفى. لا لسه لسه بيشاور لي اهو، حد بيشاور لي على الخريطة. شوف مين ده بس تقريبا. لا من سوبر مان، هو لو سوبر مان مش اكيد مش هيشاور له، يقول لي انا موجود هنا اهو. استنى بقى، ايوه هو المكان ده المفروض اللي احنا فيه دلوقتي، وصلنا كده صح. ايوه انزلوا بقى يا رجاله. واو ده في ناس هنا هم. بس بس انزلوا يا رجاله تعالوا، هنجيب الناس دي معانا. تعالوا يا اصحابي احموني، دول يا جماعه ابطال خارقين برضو وهيحمونا دلوقتي. اعمل ايه طيب؟ مش عارف اعمل لكم ايه طيب. اهو يلا شكرا، تعالوا يلا هيبقوا معانا دلوقتي في التيم. ايه ده؟ امال التانيين راحوا فين؟ لا استنوا استنوا بس، العصابه التانيه اللي هنا انتوا مشيتوهم مش كده؟ هم مشوهم علشان قال لك ما ينفعش ان هم يبقوا معانا. طب خلاص تعالوا بقى انتوا الثلاثه، بما ان عددنا قليل هناخد السياره الحلوه دي. اتنين يركبوا ايه هنا وواحد يركب جنبه، ويلا بسرعه بسرعة بقى كده يلا عشان نمشي. اما اشوف انتوا اقوياء ولا لا، انا اختبركم دلوقتي. تعالوا كده نروح نختبر الناس دي، نشوف هنتفنش بسرعة ولا لا ولا ايه اللي هيحصل. بصوا بقى يا رجالة، انا هختبر قوتكم قبل ما نروح لسوبر مان، عشان انا عايز اروح لسوبر مان واخد حقي منه بدل ما هو عمال يجري ورايا كده، فانا هختبر قوتكم ماشي. تعالوا مثلا
نضرب على الناس دي. تضربوا معايا كده؟ بتضربوا ولا ايه؟ يا نهار ابيض، دول ضعاف جدا. ايه ده؟ دول هيتفنشوا. ده في واحد منهم وقع اتفنش اهو. اضرب يلا انت اهو، اضرب. دول ما بيعملوش حاجه يا جماعه، ما بيعملوش حاجه. انتوا بتجروا ورايا بس على فكره، والله انتوا بتجروا ورايا صح، ما بتعملوش حاجه اهو. اهو بس يا عم انت اهو، اجري بقى. اه استنى، ده انا اقدر اغير الاسلحه بتاعتهم. اوكي طب اضربوا كده، اضربوا اضربوا، اعملوا اي حاجه يا عم، اعمل اي حاجه انت اهو يا عم بقى، اعمل اي حاجه. استنى استنى، ايوه تمام. اوه الشرطه، الشرطه يلا اضرب على الشرطه، يلا اضرب على الشرطه. كانوا بيجروا ورا واحد هربان اهو، اضربوه اضربوه. سوبرمان جاي له ولا ايه؟ اوعى سوبرمان يجي لي، اوعى. خلاص يا اصحابي دلوقتي ما عادش في وقت قدامي، لان سوبرمان جاي لي حالا دلوقتي، وسمعت ان هو جاي في الطريق. ومشيت طبعا الناس اللي كانت معايا، ده كان معايا بوتجاردات بس كانوا فشلوا، وراح اجيب بوتجاردات تانيه غيرهم اهم. تعالوا يا اصحابي بس جهزوا بسرعه، لان السوبرمان جاي في الطريق، فانجزوا بسرعه وتعالوا معايا. يلا اهم، يلا رجاله تعالوا تعالوا. انتوا ايه مستعدين؟ هتقدروا تواجهوا سوبرمان؟ طب اي حد يديني سلاح فيكم، لان انا معيش اي اسلحه. اجهزوا ابطال، انا جبت المسدس بتاعي اهو. تعالوا تعالوا ورايا، سوبرمان جاي لنا في الطريق دلوقتي. تعالوا تعالوا سوبرمان، انت فين يا سوبرمان؟ انا ما بخافش منك. ولاد انت هو ورايا، انا ما بخافش منك يا سوبرمان. سوبرمان جه يا جدعان، سوبرمان وصل اهو، اهو طاير في الجو هناك اهو، اهو يلا اهو اهو. سوبر ده سوبرمان ده ولا اخوه؟ اه بيضربنا يا جماعه، بيضربنا، اضربوه يلا، اضربوا يلا انت اهو. يا نهار ابيض، ده ضرب العصابه بتاعتي، ضرب عصابتي. لا انت يا عم، انت مين يا عم؟ ده ما بتاثرش في الرصاص. لا لا خلاص يا صاحبي، خلاص خلاص والله مش هعمل كده تاني، مش هروح الفيلا بتاعت سوبرمان. ده ابوه ده ولا اخوه ولا مين ده يا جماعه؟ ده مين ده؟ يا نهار ابيض، اه ظهر يا صاحبي، خلاص يا صاحبي. طب مش راضي يسيبنا. اتفنشت يا جماعه، اتفنشت للاسف. طب اصحابي للاسف سوبرمان جه انتقم مني وخد منه كل حاجه، خد مني الجولد وخد مني الفلوس اللي معايا. وطبعا العصابه اللي كانت اللي انا كنت جايبها دي ما عملتش اي حاجه، وبرده اتفنشت كلها. فللاسف المهمه بتاعت النهارده فشلت. فاستنى الفيديو اللي جاي، وشكرا ليك يا صاحبي انتوا كملتوا الفيديو ده للاخر. ما تنساش بقى تضغط على زر اللايك وتشترك في القناه. مع السلامه.